مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا جماعه اليوم الموضوع هو مثل ما شفتوا بالعنوان، موضوع اكبر من حجمه، طويل كبير كثير. الموضوع انه وصلنا يا جماعه من اليوتيوب درع ال 100,000 ودرع المليون. مثل ما انكم شايفين درع المليون، وهدول دروعتنا الاثنين القدامى، درع ال 100,000 لهالقناه ودرع ال 100,000 للقناه الثانيه. طبعا يا جماعه وصلنا درع 100,000 ثالث، ما بنعرف نحن، ما بنعرف وين الغلط بالموضوع. اسمي ومعلوماتي كلياتهم موجودين على الدرعين، وهون كذلك الامر درع المليون. طبعا نحن ما وصلنا للمليون، وما بعرف، بس اليوتيوب مثل مستودع مساوينا، وراي جاي بيعطينا دروع، راي جاي بيعطينا دروع، ما بعرف. يعني طبعا لما خبروني انا قلت لهم يعني مو الي، انا رفضت اخذ الطرد لدون من الي. اوجين على اسمك، اوجين على اسمك، انتهى الموضوع. يعني قلت لهم شلون يعني على اسمي؟ يعني خذهم لا توقع، قلت بقى اعطيني التيجي تبعك رام الهويه وده توقع وتاخذه، نحملنا لهون بس بس نوصل. بس مع كل هذا بعثنا خبر لليوتيوب، كتبنا له رسالة. كتبنا له رساله وبعثنا له انه نحن وصلنا دروعا مي، لان دروعا يعني نحن ما نطلت دروعتنا وصلاني، ودرع المليون نحن ما وصلنا المليون لحتى يوصلنا درع المليون. بس لسه ما فتحنا يا جماعه، والله مشتي افتح درع ال 100,000. هاي الوثيقة، هاي وثيقة الدرع، وهي الدرع. وثيقة الدرع عن ايش بتحكي؟ شغلات هلا بترجم لكم اياها، المهم هاي الدرع 100,000. خلونا عن ايش بيحكي؟ خلونا بس نفتحها سوا. هذا هلا شيء لازم اقرا الترجمة؟ الترجمة اجباري مش هالعالم. الترجمة هي ترجمناها بفيديو قبل، مترجمة تبعت المليون. اي المهم وكرم. إذا بصير معك أي شغلة وقف على أي حواجز أعطيني إياها مشي. و كيس ما بعرف ايش هو، ملا الحموضة محمودة، المهم من هالحكي. مع العلم إنه أنا يا جماعة والله ما يعني استغربت، قالوا لي أنا عم بيعطوني إياها، معقول وصلت؟ المهم نحن بنفتحهم ونرجع نسكرهم عشان بس يجي يوتيوب يقضوهم. طبعا ما رح أكلمهم عندك أكيد. المهم هي الدروع، بس يعني انه منيحه واحد يصير عنده كذا درع. شوف درع المليون يعني قبل ما يوصل للمليون. ايه حلو. ورجيني. الله طبعا عم بمزح معكم يا جماعه، ما في شيء، هي كرتون الدرع بس. شغله عم تشتري. طبعا ما في درع، بس كرتون الدرع مثل ما لكم شايفين. هاي الوثيقة، تمام؟ ورديني وثيقتي، ورديني وثيقتي. اقرا وثيقتي. اخر شيء، اخر شيء تفرجيني، بس اوه بريت هذا اكبر. مرة بشرطة. طيب يا جماعة الدرع المليون، تمام؟ مثل ما تكون شايفين. هذا طبعا يا جماعة طلع عليك. عرفنا مين صاحب الدرع. طبعا اسمه على الدرع هو، تمام؟ انا بس ما ظهر. ما ظهرت مشان حقوق اليوتيوب، هو اسم تركي. ما بعرف، الدرع الثاني غير شخص، بس ما بعرف ليش المعلومات تبعتنا هي النازلة عنده. بس درع المليون يا اخي، درع المليون. نحن مو بعثنا لهم مشان الدروع ال 100، تمام؟ وثيقه، احتمال يكون في خربطه بالسيستم تبعات الكارد ومو تبعات اليوتيوب، يعني يكون مخلطين من يوتيوب، كانوا كتبوا اسم اسمائنا على الدروع، تمام؟ اسمائنا على الدروع ما هي موجوده، بس الطلب هون المكتوب كلها معلوماتي الشخصيه. طبعا انا في معلومات ما بحسن بعرض، عرفت علي شلون؟ والله حلو درع المليون. درع المليون. يلا ان شاء الله بنوصل له، ان شاء الله ان شاء الله بالنص، ان شاء الله ان شاء الله. حلو. المهم يا جماعه هذول الدروع مخربطين مخربطات، طبعا جايين لانه طبعا يوتيوب بعث لنا رساله انه نحافظ عليهم لبين ما يجي صاحبهم يستلمهم. ما بعرف شلون، المهم هذا اسم تركي غير اسم، وهذا غير اسم. ما راح احسن اعرض الاسماء مثل ما قلت لكم، لاني ما هي كويسه يعني، ما هي حلوه مننا. صح. المهم بس يجي نسلمه خلص. المهم بس انه شفنا درع المليون، مسكته بايدي قبل ما اوصل للمليون. مسوق مره بدرع المليون. عليه شريك. طبعا هذا له، هذا يا جماعه هذا اول فرحه.
اول فرحه في اليوتيوب كله. يعني هذا الثاني طبعا انا معلمهم. شلون معلمهم؟ بينين يعني هذا الاجدد. المهم ربي يسعدكم ربي يسعدكم. حبينا بس هيك نفرح تمام نفرح نفتحه ونشوفه تمام وفرجينا يكون اياه تدرع بس مو قلنا هو قلنا معنا سيف بس انتوا قدر تجيبوا لنا واحد مثله مو؟ ان شاء الله اشتركوا بالقناة والله جيب واحد منه وخلاص مع الاوامي خلاص ثلاث دروع كيف هاد وهاد هذا لك هذا على قليل يكون خلطين كاتبين اسمنا كان منيحة بس ولا واحد يكون كاتبين اسمائنا طبعا يعني اكيد يوتيوب مرة تقول لك انا لا تعطيه لغير شخص تعرف لك يا انا حتى لو كانوا مكتوب اسمنا والله العظيم ببعث لنا اليوتيوب بنبعث لهم بس بتقول لك عيفون عندك اسماء يعني خالص يعني بس ده اسم مولانا درع مولانا هدول اسمائنا المهم يعني في دروع عنا اسماء دخيلة المهم ربي يسعدكم على ايش شايف حولك دخيلة على ايش شايف حولك المهم ربي يسعدكم تمام مثل ما شفتوا وصلنا درع المليون والعنوان موكز على فكرة يعني وصلنا درع المليون وصلنا درع المليون يعني تحياتي حياتنا ما حطينا عنوان كسب اوعى كل تحياتي درق المليون وصل برجع بعدكم اشتركوا بالقناة تمام مشان بركي بنوصل للمليون ان شاء الله بأقرب وقت ممكن انا حياتي تبقى يعني براسي قدينا ثلاث ايام نوصل للمليون ان شاء الله ان شاء الله خط حبيت اخوي يا جماعة اخوي محمد طبعا هو بتجيب حوالات يعني احيانا بس اليوم كان يموي خط حبيته ما بعرف انا ما اقول ثلاث ايام المهم المهم ربي المهم ان شاء الله يكون الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تمام ننهي الفيديو خلص المهم يا جماعه ربي يسعدكم ان شاء الله كل شيء واحد يعني بنفسه يوصل لشيء يوصل له بجاه حبيب محمد ان شاء الله ونحن الحمد لله نحن باذن الله بناخذه لدرع المليون ان شاء الله يعني وصلنا هذا يا جماعه اقسم بالله راح احكي لكم ان شاء الله هذا يا جماعه معلش لو طول بس بدي احكي له ان شاء الله تفضل والله العظيم يا جماعه بيوم من الايام كان عندنا تقريبا شي 3000 مشترك 4000 مشترك طبعا هون نحن ما كان يعني طلعنا هيك على اليوتيوب بعد ما طلعنا على اليوتيوب هيك لما صار عندنا 3000 مشترك هيك قلت له لاخوي اخوي محمد كان يقول لي بكره نجيب الدرع درع اليوتيوب نحطه بالبيت وخلص نبطل ننزل المهم نجيب درع اليوتيوب انا بركت هذاك النهار ضحكت عليه قلت له ايه بنجيب وما بنجيب والله العظيم يا جماعه اقسم بالله ما كان عندي ولا 1% امل نمسك هذا الدرع في ايدنا بس انا كان في عندي جواتي شيء اسمه اصرار شرف انت بتابع وائل كفوري على معظم ايه وائل كفوري اصرار المهم المهم يا جماعه ربي يسعدكم فسبحان الله رب العالمين لما بيقول لك خود ما بتحسن خلص بدي يعطيك ربك الحمد لله بفضل الله اخذنا اول درع واخذنا الثاني وباذن واحد احد بناخذ الثالث اللي هو المليون يا رب وكله هذا في قناه قصص كمان في قناه قصص يعني ان شاء الله بنجيب هدول الاثنين نظاميات ان شاء الله في قناه قصص ايه والله بنوصل لل 100 قناه قصص يا جماعه فتحت قناه قصص القناه قصص بحب القصص انا نزل فيها فيديو واحد بس يعني جمعت شوي العالم فيها يوميا بنزل فيها فيديوهات يوميا يوميا قصه يوميا قصه يوميا قصه باذن الله نترككم رابط القناه بصندوق الوصف وباول تعليق مثبت ونطلع لكم دويره هون بالنص هين هيك المهم الكل يشترك فيها واستنوا فيديوهات قصص يا جماعه انا بحب القصص كثير فمشان هيك باذن الله بعد مقدمه اخوي رامي واذا في شيء كوميدي اخوي محمد بعد باذن الله هدول الاثنين راح نجيبهم نظاميات ويتعلقوا على ان شاء الله تذكروا هاي اللقطة بإذن الله يا رب أحسن عساوية أبيض وأسود وأجيبلكم اللقطة الحقيقية فهمت علي مو؟ بإذن الله أحبكم كثير أحبكم كثير وأنا كمان تعطيني بوسة اشتركوا في الله المهم ربي يسعدكم تمام حاوزين أخو هذا طبعا عندنا نحكي حوالنا تمام علينا المهم ربي يسعدكم تمام نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واشوفكم في فيديو تمام لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا لنا جرس الاشعارات ما بصل اشعارات لعنده تمام يشيل يكبس على الاشعارات مرتين تمام يشيلها ويرجع يحطها يعني الغيه ورجع فعلها المهم ربي يسعدكم نشوفكم بخير و استنونا فيديوهات جديده بعد الزعاره دي يلا انا معي اخر مره بسمع يعني عن جد والله خربطوا ربي خربطوا هذيك المرة بهدلني عليها لا عادي لا اعوذ بالله تعال احنا بورين خلص شلعت اسف قول لي بقى عادي خلص قدام الجماعة مسامحة يلا
واحد اثنين ثلاثة و السلام عليكم. شوفوا ناجح نجاحه غامض بنجاحه هكم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.